جماعة الخير، السالفة قديمة جدا، أيام القوافل تمشي من كل مكان عشان الحج، عشان يجون المسلمين المكة. فكان هذاك السنة حج وجاية قافلة من اليمن، من اليمن إلين قربت في أحد وديان مكة وظهرية، ووقفوا وقالوا خلنا نقيل ونتغدى وبعدين نكمل مسيرنا المكة، خلاص ما عاد بقى على مكة شيء. وقفت القافلة وفي واحد من القافلة طلع راح جاب جنب ذيك الصفاة حجر وانسدح بجنب هذا الحجر ونام. تغدوا ربعه اللي في القافلة وركبه وابلهم والعلهم بالخير وتوكلوا على الله، والرجال راقد لازال راقد ولا حلم وعلم إلا اللي صحيه. ولد 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 فتح عيونه والله إن على رجال، على رجال. ألا الليل، الليل مظلم لكن الرجال يشوفه واضح. ولد أنا وين، أنا مدري إيش. قال هون هون هون، أنت في القافلة والقافلة مشوا وخلوك، لكن خلك ترقد عندي الليلة خلك ترقد عندي الليلة وبكرة أنا الحك القافلة هذه. مكة قريبة من هنا، أنتم منين جايين؟ قال حنا جايين من اليمن. صدقه الرجال، والرجل يعرف السعلية، قايلين له في اليمن هناك أن مواصفات السعلية كذا وكذا وكذا وفيها علامة بقولها لكم الآن. المهم قال طيب وين؟ قال أنا ساكن في إحدى الغيران، الغيران في هذا في الجبال اللي هنا، تعال معي. مشى معه هذا الرجل اللي من اليمن، مشى مع الرجال هذا اللي عليه ثياب بيض وكانه يتقدمه 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 يزل عنه ويروح عنه بعيد. في لاحظ أن رجلينه إذا حكت في بعض طلع منها شرار، وهذه من علامات السعلية أو السعلوة عشان الناس تفهمها صح. المهم الرجال طاح قلبه في سرواله على قول على قولته، بعرف ان هذا الادمي ما هو هذا الادمي اللي يعتقد انه ادمي، ما هو ادمي، هذا جن، وهذه السعليه اللي يقولون عنها، لكن ما يدري ايش يسوي، ما يدري لو راح عنه يمين ولا يسار بتلحقه وبتاكله على كلام، على كلام الشيبان، ما يدري ايش يسوي. والرجل ذا الاعلان خايف، السعليه تمشي قدامه يطلع من رجلينه شرار، وش يسوي وش يسوي؟ ما معه الا يمشي معه. والله بالفعل مشى معه مشى معه، وسعي كل ما حكت رجلينه في بعض طلع شرار، كل ما حكت. تخيل نفسك في هذا الموقف الله يبعدنا وياكم ان شاء الله عند المواقف. المهم الرجل طلع حكيم وقال بمشي مع السعليه هذه الين توصل للغار حقها، وبعدها بشوف لي صرفه، بشوف لي صرفه. والرجل خايف لكن الهمها الله سبحانه وتعالى. المهم مشى معه مع ذا الادمي اللي كان هادمي هو وهي السعليه متشكله على شكل ادمي، لين جو في الغار. يوم جاء في الغار قال اجلس هنيا وانا بروح اجيب حطب، بروح اجيب. قال تجيب حطب في الليل هذا؟ قال ايه بجيب حطب، ما عليك انا اجيب حطب، اجيب الحطب انا. هو عارف خلاص رجال معدوم معدوم مره، عارف ان السعليه. المهم خلاه لين راح ويطالع فيه، لا والله انا قدح الشرار، قدح الشرار من رجلينه، لين ابتعد عنه مسافه هو يحط رجله عندك عندك ويعطى الزربان ويعطى الشجر ويعطى كل شيء. انتبهت للسعلية وهي تجيك طايرة وراه، طايرة وراه، والله انه يطالع فيها. الشكل شكل آدمي والخطوة خطوة وحش، الخطوة بعيد خطاها عن بعض. يا ويله ويله يا ويله ويله. والرجال الرجال شاد دحين ويلهم الله سبحانه وتعالى ويرزق الله سبحانه وتعالى بدو النازلين، وهو ينتبه لهم، هو يزبنهم نايمين العرب ويزبنهم يصيح ياو ياو ياو، وهو يطلع له الرجال ابكت علامك ابكت علامك، ويشير على السعلية. لا والله انها وقفت، وقفت هذا الادمي اللي متشكل على شكل ادمي السعلية، وقفت وقفت. يقول والله انهم يسمعون فحيحة فحيحة نسأل الله السلامة، الله يبعده. تفح وتقدح شرار، تقدح شرار. المهم هو ياخذه ويدخله عنده ويدخله عنده. قال انت انت ما انت منين جاي؟ قال انا فكني فكني من هذه، هذا السعليه هذه فكني منها. قال السعليه بتروح، السعليه ما تدخل على العرب، ما تدخل عليهم، السعليه ما تجي الا في بطون الاوديه وفي الجبال، انت منين انت جاي؟ قال خلني نتنسم، خلني نتنسم وبعدين اعلمك. المهم اعطاه ما واعطاه هذا، المهم علم الرجال، قال حنا قافله وجينا من كذا ولا ادري وين راحوا وتركوني، انا رحت ورقدت عنهم، واعطاه العلم كله. قال الله انقذك، ولا والله تاكلك السعليه، السعال منتشره في الاوديه اللي هنا،
هذا الكلام قديم يا جماعة الخير، منتشرة وتتهيأ على شكل آدمي، ما تتهيأ على شكل ثاني. في اللي يقول لك أن تتهيأ على شكل حيوان، لا لا لا، تتهيأ يا أما على حرمة ولا على رجال، وتاكل تاكل الآدمي أكل، تاكله أكل، فأنت سلمت وكنت عشاها، لكنك سلمت. لعاد لعاد تجلس عن ربعك اللي أنت معهم، قال أنا وش دراني، أنا رحت رقدت والقافلة راحت وخلتني، قال الحمد لله على سلامتك. الحين بنحط لك فراش وتنام ونام ومن أصبح أفلح. قال وين أنام؟ كيف أنام؟ والسعلية؟ افتاكني. قال يا ابن الحلال السعلية ما تدخل البيوت، علمتك أنا من أول أن السعلية في بطون الأودية وفي الجبال، لا تخاف ونم وخلك مرتاح. هذه قصة يا جماعة الخير السعلية. الفائدة منها، الفائدة أن عرفنا السعلية. والله أني يا جماعة الخير قبل السالفة هذه أني ما أدري وشان هي السعلية، تخوفنا فيها من شيباننا الأولين، ولا جيال اللي قدامنا برضو قالوها، ولا جيال اللي بعدنا برضو يقولون لهم، بس ما ندري شان هي السعلية. إذنها نوع من أنواع الجن، الله يعيدنا وإياكم. أما الفائدة الثانية في ذكر الله يا جماعة الخير الحصن، أنت اللي طالعني ذي الحين وتسمع هذا الفيديو، تحصن، خلك على أذكار الصباح وأذكار المساء، والله ما يجيك بإذن الله لا سعلية ولا غيرها، أنك تكون حصن من الله سبحانه وتعالى. آسف على الإطالة، وفي أمان الله حبايب الغاليين.